ما على باليش وشنو في الكاف الاخر هذيك تاع البيبان تحت في لاكاف ما عندناش ممثل. كيف يكون معنا الحاكم؟ ما راك تاع سيدي شي يقول دوك الى من الانصار مفهوم وناصر يرياجي بهذه الطريقه حوس على الاعذار خاصه نعرفوا النديه بين شاهدنا مدرب الاهلي في الى من اهل الاختصاص في مصر شاهدنا مدرب الاهلي في العديد من المرات يحاول ان يؤثر على الحكم حتى انه الحكم جاء في احد المرات وهدده بالانذار اكيد يضغط شوف فوق ارضيه الميدان او لاعب كان لاعب سابق يقول اللاعبين يضغطوا على الحكم المدرب الرئيسي يضغط على الحكم المساعد يضغط كل من في الميدان يبحث عن الضغط على الحكم هذه حلاوه الفوتبول نعم مارسيل كولر مدرب الاهلي في مسيرته الكرويه خاض 7 نهائيات فاز ب7 نهائيات خسر اليوم الثامن واليوم خسر النهائي الثامن بن شيخة اليوم فاز بالنهائي السابع 7-7 لعبد الحق بن شيخة و7-8 لكولر مباراة كانت كبيرة بين مدربين كبيرين نعم. احنا نشوفوا محمد الحرب التكتيكية اللي كانت فوق أرضية الميدان فاز بها عبد الحق بن شيخة النهائي يربح ولا يلعب هنا ما تسحقش تلعب تربح بالأداء والنتيجة كاين هناك طرق أنك تفوز بمباراة ليس لازم تلعب جيدا لكي تفوز هنا شوفوا فريق اتحاد العاصمة عرف كيفاش يوقف فوق أرضية الميدان من الناحية التكتيكية صح كان رجع للوراء في الشوط الأول بكثرة دخل في منطقة 18 متر تاعه كان يسيبي يعني لكن في الشوط الثاني سرعان ما المدرب يكون عدل دار بعض التعديلات على المستوى فريقه لفريق اتحاد العاصمة في الشوط الثاني شفنا أكثر إرياحية كان ينتظر في فريق الأهلي ومع يعني كان فريق الأهلي خلط بين السرعة والتسرع هنا أعطى فرصة كبيرة لفريق اتحاد العاصمة باش يشوفوا يعني عن كثب وينقص من الهجمات تاعو كما كان الحال محمد كان أمر سهل بالنسبة لفريق اتحاد العاصمة في الشوط الثاني وين درس نعم. هذا الفريق ويعني نقص لهم الإمكانية تاعو في الشوط الأول لما يعني ما كانتش خطورة وما سجلش عليه أهداف نعم الإعلامي المصري واللاعب الدولي السابق أحمد شوبير قال بأننا كنا متوقعين روحا وإصرارا أكثر من هذا ميدو ما أعتقد بأنه ما كاش عاقل اليوم يقدر اليوم لاعبي الأهلي قدموا كل ما باستطاعتهم مساحة دخلوا في التسلق لكن كانوا الجانب الأخطر بالعكس وقال لم يكن أي لاعب في حالته باستثناء قلة قليلة قندرات عفني ما نقدرش نناقشها معه ولا نعم. سابق على كل حال صح ميدو صح أنا كنت تكلمت هذا الكلام مش قلت لك أنا قلت لك الفريق اتحاد العاصمة كان أكثر شراسة راهو يتكلم على الروح الروح صح تحس الإسبري ليش ما كانوا بلو بريزون حس اتحاد العاصمة حاب يربح أكثر هذا تسمى هذا وش تكلم شوبير شيء جد واضح فريق الأهلي ما كاش يلعب بهذيك الشراسه فريق اتحاد بالك دخلوا شويه كونفيونس زياده طبيعه الحال لانه ما كانوا دخلوا بثوب البطل فريق الاهلي فاز بالتشامبيونز ليغ فريق الاهلي راح يلعب بكاس العالم للانديه هادو كلهم محفزات انك يعني تدخل في نوعا ما من الغرور لما كانوا حايبين يرجعوا في كره القدم لو ما تحضرش المباراه تاعك جيدا نشوف هنا باللي التحضير تاع المباراه للاعبي فريق الاهلي كان نوعا ما من الغرور لديهم وكان نوعا ما يعني من اللي ما كانوش يعني محضرينها جيدا لو كانوا محضرينها جيدا ما كانش يكون عندهم هذاك التضييع من الكرات امام المرمى الكرات الخاطئه في الدفاع كان هناك تراخي في الدفاع فريق الاهلي فريق اتحاد العاصمه كما تكلم محمد كان قادر يزيد الهدف الثاني كان قادر تكون عنده مباراه سهله بالنسبه له لكن الشيء المهم هو فوز اتحاد العاصمه وعبد الحق بن شيخة فاز على هذا المدرب مدرب محنك أيضا المدرب بن شيخة مدرب محنك شفنا مباراة كبيرة شفنا أجواء جد نعم. خيالية في المدرجات وفي الميدان نعم ميدو أعجبني أحد المحللين المصريين على شبكة الأنترنت نقط لاعبي الأهلي ولما وصل للمدرب كتب 0 يعني المدرب لم يقم بأي شيء اليوم أمام خبرة عبد الحق بن شيخة للهزيمة للفوز عدة أباء وللهزيمة أب واحد وأم واحدة لا أب واحد الأم ما كاش أب واحد الهزيمة دائما أبوها هو المدرب دائما المدرب ستجر هو البوكي ميسر في الدفاع سيكوني في الفوتبول في العالم بأسره المدرب دائما أول شوف الجماهير المصرية يميدو تصب جم غضبها على كولر وعلى الحكم
يقولون بأنه لم يمنح الأهلي ركلة جزاء. بالنسبة للهدف الذي سجله الأهلي وألغي، تابعت المختصين الفنيين يقولون بأنه قرار الإلغاء قرار صحيح، يعني كان هناك خطأ على الحارس بن بوت، لذلك لم يحتسب الهدف، بينما كانت الآراء تتراوح بين من يفند وجود ركلة جزاء ومن يجزم بوجود ركلة جزاء للأهلي. المهم المصريون صبوا جام غضبهم على كولر المدرب وعلى الحكم الجابوني. نعم أكيد، اليوم قلت لك المدرب والحكم، شوف الهزيمة يا المدرب وحده يا المدرب والحكم، دائما هذه هي الأعذار. معذورين الأنصار نادي الأهلي، كانوا يخططوا اللقب 148 فقط بأنه فسدوا لهم العزيمة، كما نقول إحنا بالعامية اتحاد العاصمة حقق لقب قاري ثاني، لقب مستحق، ونباركوا مرة ثالثة الاتحاد العاصمة حتى فريق الأهلي محمد. ما شاهدش حاجة اليوم حسين، اسمح لي قطعتك، تفضل معلش، أنه في العادة لما تكون مواجهة جزائرية مصرية المصريين يكونوا هادين فوق أرضية الميدان، وإحنا نكونوا منرفزين، ومعروفة العصبية لدى لاعبين الجزائريين خاصة في مواجهة الأندية المصرية، حتى أنهم صاروا يعرفونا وصاروا يلعبونا على هذه نقطة الضعف. اليوم أنا شاهدت العكس، شاهدت فريق جزائري منظم رغم بعض الهفوات ولكن هادئ، احنا اللاعبين واقفين فوق أرضية الميدان وهادئين، حتى في مراحل ضغط كبيرة للأهلي لاعبين كانوا يحكموا الكرة ويحاولوا يخرجوا الكرة بهدوء من منطقة العمليات، ما كانوش يرميوا كثيرا الكرات إلى الأمام. في الجهة المقابلة شاهدت نرفزة عند اللاعبين المصريين وتسرع، ما سبب اليوم يعني لخبطة؟ في العادة نشوفوا الجزائريين هم اللي منرفزين. المدرب هنا عمل المدرب محمد، عمل المدرب اللي هو عبد الحق بن شيخة، نعم، مع المساعد تاعو اللي هو حاج عدلان وزميتي وفارد بن ملاط، هادوهم كلهم محمد لاعبين كانوا لاعبين سابقين وفاتوا على ضغوطات كبيرة، وعندهم يعني عندهم مدة طويلة هما في التدريب محمد. نعم. لما تكون عندك مدة طويلة وانت في التدريب يعني تدي الدروس ويصراو لك أخطاء تقوم بأخطاء، هادو هما الأخطاء اللي يخلوك تحسن المستوى تاعك مع مرور الوقت. فريق اتحاد العاصمة محمد اليوم ما كاش منرفز حقيقة، ما كاش منرفز، حتى كي تجي تشوف الطاقم الفني على التماس أيضا لم يكن يعني منرفز، إلا وين المدرب في بعض الأحيان يقوم يعني بإشارة للاعبين باش يحسنوا من التمركز تاعهم. هذا راجع لواش محمد؟ الطاقم الفني أجبرهم على التركيز. هنا واش تحس؟ تحس تركيز عالي. فريق اتحاد العاصمة كان أكبر من تركيز لاعبي فريق الأهلي، لأن نعرفه محمد 99% من التركيز تساوي صفر، لو يزيد لو يكون 1% يعني الخصم زايد عليك 100% راح يفوز عليك. التركيز لازم يكون في مستوى جد عالي، واليوم شفنا فريق اتحاد العاصمة كان مركز جيدا. وهذه وش تذكرنا المباراة محمد وراهي المباراة الأخيرة اللي لعبت للفريق الوطني، وشفنا المنتخب السنغالي كان مشتت التركيز، لكن المنتخب الجزائري ما دخلش يعني في هذيك النرفزه تاع المنتخب السنغالي. شفنا ساديو ماني كان مقلق محمد، صح ولا لا؟ صحيح. انت تشوف ساديو ماني يكون مقلق وعطال يعني مرتاح، هذا هنا تفهم باللي عمل طاقم الفني جد كبير. اتحاد العاصمه فاز على الاهلي فوق الميدان، وجمهور اتحاد العاصمه فاز على جمهور الاهلي فوق المدرجات. لدينا فيديو نشاهده ثم نعود. صور جميلة صنعها لاعبو اتحاد العاصمة وفرحة عارمة سواء في السعودية أو في الجزائر، العملاق غير المحظوظ اتحاد العاصمة
تبتسم له الكرة هذه المرة ويحقق لقبين في ظرف 100 يوم، المزيد من الإنجازات للاتحاد وللكرة الجزائرية على العموم. عبد الحق بن شيخة قلنا هو واحد من مهندسي هذين التتويجين، بعد تتويج وفاق سطيف في عام 2015 لم نشاهد ناديا جزائريا يتوج بلقب إفريقي بعد 8 سنوات كاملة، والاتحاد يعود وإن شاء الله يعود شباب بلوزداد وأندية جزائرية أخرى تمثلنا على صعيد القاري للتتويج بهذه الألقاب. إذا كانت لديكم أي إضافة تفضلوا قبل أن نختم حسين. لا، باركوا الاتحاد مرة أخرى وباركوا قاع أنصار الاتحاد العاصمة. نعم، تتويج بهذا اللقب. ميدو أنت ستبقى معنا بعد قليل، سنشرع في برنامج الفريق الدولي رفقة ضيف آخر بينما حسين سيغادرنا. شكرا جزيلا لك حسين. شكرا محمد على هذه الاستضافة، وفوز اتحاد العاصمة اليوم فوز محمد بكل استحقاق، ومبروك لعائلة اتحاد العاصمة. هذه مباراة كانت يعني تقعد للتاريخ محمد، لأن نادي الأهلي نادي كبير، نادي اللي مسيطر على الكرة الإفريقية مدة سنوات. نشوف هنا هذه تقدر تكون يعني بداية موفقة إن شاء الله لفريق اتحاد العاصمة لمزيد من الألقاب. نعم، شكراً جزيلاً لك حسين ميدو. مشاهدي الأفاضل أشكركم على حسن المتابعة، أهنئ الاتحاد قبل أن أختم، وآخر الكلام سلام.